السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم هو إذا شعرت من نفسك أنك تلاحظ الناس وتلاحظ أرزاقهم وأولادهم وبيوتهم وتلاحظ أجسامهم وتلاحظ يعني كل ما عندهم من النعم وأثاثهم وكل شيء، فاحذر أن تحسدهم ولو يعني ولم يكن من شيمك الحسد، فإنما هذا هو التدرب على الحسد، تحسد على هذا وهذا وهذا، وبعد حين تصبح حاسدا إلا أن يشاء الله. إذا رحمك الله فلن تصبح حاسدا، ولكن إذا استمريت في ملاحظة ما عند الناس فقد هم يمنعوك من الدخول إلى بيوتهم، وإن لم يقول لك إنك حاسد فهم لا يستطيعون أن يقول لك إنك أنت حاسد، ولكن هم سيقولون عنك وراء ظهرك إنك تحسدهم. بارك الله فيك. لذلك فلا تلاحظ ما عند الناس، بارك الله فيك، كي لا تتدرب على الحسد وأنت لا تشعر، وبعد 5 سنوات أو 10 سنوات ستستفيق من نفسك وأنت حاسد بدون شعور، تريد أن تخرج من الحسد ولا تستطيع لأنك دخلت إليه، وهذا الحسد هو سور كبير وبيت كبير، إذا دخلت إليه فيه غرف كثيرة وفيه مراتب في الحسد فلن تستطيع الخروج منه، فلا تدخل إليه أبدا. فإذا رأيت أي شيء، رأيت هذه السيارة الجميلة أو هذا الرزق الجميل، قل اللهم بارك له، وإذا أردت أن يرزقك الله خيرا منه فقل اللهم بارك له وارزقني مثله أو خيرا منه، فلا بأس أن تدعو معه ولا بأس أن تتمنى لنفسك، فإن الذي يتمنى لنفسه ويدعو مع الناس فهذا ليس حاسد، إنما الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الآخرين ويريدها لنفسه، أو فقط يتمنى زوالها عن النعمة عن الآخرين ولو لم ترجع إليه، المهم أن يتمنى زوال النعمة. فلا تكن من هؤلاء ولا من هؤلاء، فأي شيء صغير، ولد صغير، يعني سيارة، بيت، أتت، بارك، قل اللهم بارك على هذا الجمال، اللهم بارك على هذا الشيء، اللهم بارك، اللهم بارك، أن يتدرب، يعني تدرب على اللهم بارك في لسانك، حتى على أولادك ورزقك. أنت الآن مثلا اليوم يعني دخل عندك مال كثير في شركتك أو في تجارتك، ورأيت اليوم أدخلت مال كثير، وأنت تقول هذا لزوجتك، أنت الآن عينت مالك، وغدا قد لا تحصل على مثله أو أقل منه أو لا تحصل عليه أبدا، ولكن قل اللهم بارك هذا اليوم ولله الحمد حصلت على رزق وفير. لا بأس إن شاء الله لا تعين لا طفلك ولا زوجتك ولا ولدك، قل اللهم بارك ما شاء الله، قل اللهم بارك على أولادك على بيتك على رزقك على كل شيء تراه. فإذا لم تتدرب فإن الشياطين ستأكل لك لسانك وستتركك تحسد الناس وتعيث في أجسادهم فسادا وفي أرزاقهم وتعينهم، وكل هذا الحسد الذي تفعله مع الناس وفي الناس سيرجع عليك وبالا وخسرانا في الدنيا وفي الآخرة. أولا لن تستطيع أن تخرج من الحسد إذا دخلت إليه، لأن أغلب الحساد نعرفهم ما زال حسادا يحسدون الناس على أرزاقهم إلى يوم الدين، والذي دخل إليه لن يخرج إليه إلا أن يرحمه الله برحمة منه. لذلك أخي في الله استعن بالله من شر الحسد، والله عز وجل قد يعني سورة الفلق هي سورة التي قال الله عز وجل فيها ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني عندما تشعر بأنك تريد أن تحسد الناس فكرر سورة الفلق، فلا بأس أن تقرأ سورة الفلق بإذن الله تبارك وتعالى. إذا شعرت بنفسك تحسد الناس لا بأس أن تقرأ سورة الفلق 100 مرة، في كل سورة تكرر ومن شر حاسد إذا حسد، يعني كي تقتل هذا الحسد الذي في جسدك. أنا أقول أنت لست حاسدا، أنت يعني ليس قلبك يعني أسودا، ولكن الشياطين التي تسكن في جسدك تجعلك تحقد على الناس وتحسد الناس وتريد الخير لنفسك وحدك من دون الناس، وهذا ليس من شيم المؤمن ولا المسلمين. لا بد أن تحب الخير للناس كما تحبه لنفسك، فلا بد أن تحب الخير لأولاد الناس كما تحبه لأولادك. إذا أنت لا تريد من يحسد لك أولادك فهل تريد، فإذا أنت لا تريد من يحسد لك أولادك فلماذا تريد أن تحسد أولاد الناس وتؤذيهم في أجسادهم الطفيفة الصغيرة الجميلة تحسدهم؟ قل اللهم بارك ولا تحسدهم، لأنك إذا حسدتهم لا تقول اللهم بارك قد تصيب هذا الطفل بالشلل، إذا كان جميلا قد تصيبه بكثير من الأشياء وكثير من الأمراض، والله المستعان، أنت غني عنها وهم غني عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك فلا تقل هذا جميل وذاك جميل حتى تتيقن مما تقول وتبارك الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.